طيب نبدأ إن شاء الله على بركة الله. الصوت الله يحفظكم مسموع؟ الصوت مسموع الله يسلمكم. الصوت مسموع الله يسلمكم، تسمعون بس الحضور معانا بس يأكدون علي الصوت مسموع عشان نبدأ إن شاء الله. نعم واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بداية أحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء، وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بادئ ذي بدء، حياكم الله إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات، وأيضا المشاهدين لصفحة الانستغرام لايف للمباشرة لهيئة تنمية المجتمع في دبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية إن شاء الله التي تستمر معكم لمدة إن شاء الله ساعة، نحن معكم من تمام الساعة 8:30 وحتى تمام الساعة 9:30 نتحدث في هذا البرنامج المتكامل، وهو برنامج ابدأها صح، برنامج لتأهيل المقبلين والمقبلات على أمر الزواج وأيضا المتزوجين حديثا، في نتحدث فيه في كل يوم أربعاء لمدة ساعة أيضا مع مجموعة من الأساتذة والدكاترة والمستشارين المتخصصين. هذا البرنامج التوعوي التعليمي التدريبي التثقيفي إن شاء الله، الذي أتمنى أن أكون أنا وزملائي أيضا قد وفقنا فيه في طرح المواد العلمية التدريبية، وأنا على ثقة إن شاء الله بأن الفائدة إن شاء الله لا يخلو من مجلس من فائدة فيها من النقاش والحوار إن شاء الله الإيجابي عليها. في الحقيقة كما قلت لكم بأن المحور الذي أنيط به الحديث في برنامج ابدأها صح، برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على أمر الزواج، هو الشق القانوني الخاص ب في الحقيقة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 الصادر في 23/11/2005 وتعديلاتها التي صدرت أيضا مؤخرا. بدأنا في حلقتين أو ثلاثة سابقة تحدثنا حول بداية المواد القانونية واختصاصات المحاكم، ثم دخلنا إلى لجنة التوجيه والإصلاح الأسري، ثم بعد ذلك عرجنا على نص المادة 18 والمتحدثة حول افتتاح قبل العقد حول مرحلة الخطبة وهي الوعد بالزواج وأهم الأحكام القانونية المتعلقة فيه. في الحقيقة المحاضرة الماضية أو يعني الأمسية الماضية القانونية وقفنا حول تعريف عقد الزواج في التشريع القانوني الإماراتي، وهو نص المادة 19 من القانون، وقد عرفها المشرع الإماراتي بأن الزواج هو عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعباءها بمودة ورحمة. وتحدثنا أيضا عن هذا التعريف وأهم الجوانب الواردة فيه. بدأنا بنص المادة 20، واليوم إن شاء الله فقط سنتحدث حول مادة قانونية واحدة ونسهب الحديث فيها بالحقيقة لأهميتها في هذه الأمسية، وهي نص المادة 20 من القانون. نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي القانون الاتحادي 28 تتحدث حول أهم أبواب وأحكام الزواج. دكتور ما هو هذا الباب؟ هو باب الاشتراط في عقد الزواج. الاشتراط في عقد الزواج، وعندنا موضوعين مهمين في عقد الزواج، عندنا شروط عقد الزواج وعندنا شروط في عقد الزواج. طيب نحن في هذه الأمسية عن ماذا سنتحدث؟ هل سنتحدث عن شروط عقد الزواج أم أننا سنتحدث عن الشروط في عقد الزواج؟ الجواب بأننا سنتحدث اليوم عن الشروط في عقد الزواج. طيب ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن هذه الشروط العامة من وجود الشاهدين وتوفر الولي وغيرها، هذه إن شاء الله سيأتي الحديث عنها لاحقا. أما المادة 20 من القانون في الحقيقة فهي تتحدث أصالة عن باب مهم، وهو باب الشروط في عقد الزواج. طيب ما هي هذه الشروط أو ما هي الشروط في عقد الزواج؟ هذه الشروط حقيقة في الحقيقة هي الشروط التي يضعها أحد العاقدين لمصلحة يراها له. أعيد، ما هو هذا الشرط الذي سنتحدث عنه اليوم وعن أحكامه
وعن أنواعه هو أو هي الشروط التي يضعها أحد العاقدين في عقد الزواج لمصلحة يراها هو في هذا الأمر. وأمثلة في الحقيقة كثيرة قبل أن نسهب حول الأنواع والأحكام المتعلقة عليه. يعني تشترط المرأة مثلا شرط على زوجها قبل إبرام وثيقة عقد الزواج بأنها تريد أن تكمل دراستها الجامعية، أو أنها تريد أن تكمل دراستها العليا، إذا أكملت البكالوريوس مثلا تريد أن تكمل مرحلة الماجستير. اشترطت المرأة مثلا ألا يخرجها من بيتها أو دارها أو محل سكنها. على سبيل المثال هي تسكن مع أهلها مثلا في إمارة رأس الخيمة، وتشترط على الزوج لأن والدتها كبيرة في السن بأن يكون مقر أو مسكن الزوجية في إمارة رأس الخيمة، وأنها لا تستطيع أن تخرج منها. يشترط الزوج مثلا على الزوجة صفة معينة أو وصف معين أو اشتراط معين بأن محل السكن مثلا سيكون في إمارة أبو ظبي أو في إمارة دبي. وقيسوا على هذه القضية، هذه شروط المشرع الإماراتي بدأ يرتب النظام عليها ويضع لها أحكام ويتحدث حول أحكامها بأنواعها الثلاث إن شاء الله التي سنتحدث عليها، وبدأ يرتب هذه الأحكام. طيب السؤال الأهم، هل نحن بحاجة لهذا الاشتراط؟ الجواب نعم. ودائما ما نكرر بأن عقد الزواج من أعظم ما يبنى عليه هذا العقد هي قضية الوضوح والشفافية والمصداقية من اللحظة الأولى. ودائما ما نكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا شك بأن قضية الاشتراط هي حاجة قد يحتاجها الزوج وقد تحتاجها الزوجة أيضا على المرد الآخر. كيف نتعامل وما هي أحكام هذه الشروط؟ هذا موضوع إن شاء الله سنتحدث عنه اليوم. طيب المشرع الإماراتي في المادة 20 وضع القاعدة واللبنة الأولى على هذا الباب. ماذا قال؟ قال لكم المشرع الإماراتي في الفقرة الأولى من المادة 20، الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. هذه هي القاعدة العامة في باب الشروط في عقد الزواج، بمعنى أن الزوج إذا اشترط على الزوجة شرطا أحله الله وليس بمحرم وجب على الزوج الوفاء به، وإذا اشترط الزوج على الزوجة كذلك شرطا وجب على الزوجة الوفاء به، فهذا العقد بني على الوضوح والشفافية. طيب ما هو حال الناس اليوم مع هذا الاشتراط؟ طبعا أنا هذا الكلام أذكره من فترة طويلة، أن الإشكالية أن اليوم الأزواج والزوجات وخاصة في مراحل الزواج الأولى يتحدثون في مرحلة الخطبة ومفاوضات عقد الزواج، والزوجة عندها تبغي تشتغل أو تعمل في المكان الفلاني بنظام المناوبة، والشرط اللي عندها كذا، وأن مثلا تشترط أن يكون لها منزل مستقل، والزوج عنده شرط أن مثلا أول 5 سنوات بسكن عند أهلي في ملحق، وهكذا. هذه الشروط وهذه الأمور في الحقيقة عرفيا يتحدثون عليها، لكن إذا جاء العقد الشرعي الرسمي القانوني في الحقيقة للأسف الشديد يتحرج الناس اليوم عن ذكر هذه، أو بعض الناس يتحرج من ذكرها في العقد. فحينما يصل المأذون الشرعي من المحكمة لسؤال الزوج هل عندك شروط؟ يقول ما عندي شروط. طيب يسأل الزوجة هل عندك شروط؟ تقول ما عندي شروط. يسأل ولي وهو أحد أطراف العقد، الولي الشرعي وهو والد الفتاة في حال حياته، هل عندك شروط؟ يقول اليوم ما عندي شروط. وهذه المشكلة وهذه إن صحت العبارة المصيبة التي يتفقون على بنود وعلى أمور لا تذكر في العقد. طيب وين الإشكالية؟ الإشكالية القانونية والشرعية التي تقع هو عند الاختلاف، وهذا ما يحدث. يعيشون شهر شهرين 3 أشهر على جانب معين، ثم بعد ذلك يقع خلاف، لا والله ترى أهلي اشترطوا عليك أن توفر لي مسكن مستقل. طيب يذهبون إلى وحدات الإصلاح أو أقسام الإصلاح، لا يقع اتفاق على شيء، يرتفعون إلى القاضي الشرعي في دعوة موضوعية وفق القانون. طيب يرتفعون في دعوة موضوعية إلى قاضي محكمة الموضوع في محكمة الأحوال الشخصية.
القاضي وفق القانون في المادة 20 في الفقرة 6 نص المشرع الإماراتي صراحة على ما يلي، واحفظوا هذا النص القانوني لأنه مهم. نص المشرع على أنه لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق، مو بذكر، لا، نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق. بمعنى أن المشرع الإماراتي أبطل، انتبهوا لهذه القضية، المشرع الإماراتي أبطل جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها عند الإنكار إلا ما نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق. لماذا؟ حتى يقطع دابر الخلافات المستقبلية. لا، نحن اشترطنا بس ما كتبنا، أمي قالت وأبوي قال والزوجة قالت للزوج والزوج قال كذا. لا، العبرة بعقد الزواج الرسمي الذي يصدر من محاكمنا الشرعية الرسمية القانونية. وهذه القضية أنا أنبه عليها اليوم الخطاب والمخطوبات والخاطبين، ينتبهون لهذه القضية. إن كان اتفق مع أهل الزوجة ومع الزوجة على شرط معين ينص عليه ويطلب من المأذون الشرعي أن يكتب صراحة في عقد الزواج، والمأذون ملزم بذلك. ليس للمأذون أيضا أن يجتهد في رفض شرط إلا إذا وافق صحيح القانون، هذا موضوع آخر. لكن الشروط الجائزة يجب على المأذون أيضا المكلف بهذه المهنة الرسمية أن يباشر كتابة هذا العقد ولو كان 100 شرط. يعني للمرأة أن تشترط ما تريد، وللزوج أن يشترط ما يريد، والخاطب في بداية العقد. وهذه القضية التي أؤكد فيها على كلا الطرفين والأهالي أيضا، لأنهم في الحقيقة يدخلون في المراحل الأولى من مرحلة المفاوضات. هذه قضية مهمة في الحقيقة. سؤال ورد إن شاء الله سأؤخره في قضية عصمة الطلاق، هل يجوز أن تشترط المرأة أن تجعل عصمة الطلاق في يدها؟ إن شاء الله سنتحدث عنه من باب الشروط التفصيلية وسيرد الحديث عليها. فأؤكد بأن الأصل في هذه العقود المباشرة، وفي الحقيقة أن هذه الشروط من حق أحد الزوجين أن يضعها لمصلحة يراها في هذا الجانب. والأصل فيها كما ذكرت لكم الأصل الشرعي في باب الاشتراط، إن أحق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والحديث رواه البخاري. أيضا في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي الحقيقة المذاهب الفقهية يعني لها أبواب وآراء كثيرة في باب المشارطات في عقود الزواج وفي هذه المبادئ العامة. لكن في الحقيقة كما أكدت لكم أن في العصر الحالي ازدادت حاجة الناس إلى قضية المشارطة في عقود الزواج لأسباب. القضية الأولى قضية اتساع مجال الحرية الفردية، أيضا رغبة كل طرف في حماية نفسه ومصالحه وتأمين حياته الفردية. أيضا في الحقيقة كثيرا ما يقترن عقد الزواج بعهود ووعود أيضا، وللأسف الشديد الكثير من هذه الوعود قد لا ينجز خلال مراحل الزواج. وأنا أؤكد بأن الأصل في هذه العهود وأيضا الوعود أن توثق كاشتراطات رسمية في عقد الزواج في الحقيقة حتى تكون الأمور واضحة وموثقة. فإذا وقع لا قدر الله شيء من الخصام أو الخلاف فالمرجع لما كتب نصا، أكرر نصا، في عقد الزواج. وفي الحقيقة الملاحظ في الفقرة الأولى من نص المادة 20 أن المشرع الإماراتي قد مال وجنح وأخذ في الحقيقة رأي مذهب الحنابلة في هذه القضية، وهو التوسع في باب الاشتراط في عقد الزواج، وأيضا قبول هذه المشارطات في عقد الزواج ما دامت ضمن القواعد توائم ما بين المصلحة العامة وبين المصلحة الخاصة، وأيضا لا تنافي نظام العقود والمعاقدات في هذا الجانب. طيب، هذا في الحقيقة فقط مقدمة سريعة حول باب الاشتراط، وأنه هو باب شرعي صحيح، وهو أيضا المشرع الإماراتي
أخذ مذهب الحنابلة واختار مذهب الحنابلة، وقال أن الأصل في الشروط التي توضع من أحد الزوجين في عقد الزواج هو أن هذا الباب واسع، وأن الأصل فيه الجواز ما لم يخالف الأصول الشرعية. ثم بدأ المشرع الإماراتي في الفقرة الثانية يذكر لنا أنواع هذه الشروط. بدأ بالنوع الأول وقال لكم: إذا اشترط أحد الزوجين، إذا اشترط يعني أحد الزوجين في عقد الزواج شرطا ينافي أصله بطل العقد. طيب، ذكر لكم النوع الأول وهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين، وهذا الشرط ينافي أصل عقد الزواج من الاستمرار والديمومة وبناء هذا البيت على السكن والراحة والطمأنينة. طيب، ما حكم هذا الشرط؟ قال لكم المشرع الإماراتي: بطل العقد، يعني الشرط باطل والعقد باطل إذا كان هذا الشرط ينافي أصل العقد. طيب، السؤال: ما هو مثال هذا الشرط الذي يخالف أصل عقد الزواج ويترتب عليه بطلان عقد الزواج ويترتب عليه أيضا بالتالي بطلان أيضا الشرط؟ قال لكم: هذا الشرط كما لو اشترط أحد الزوجين على الآخر أن يقوم بارتكاب لا قدر الله جريمة ما أو عمل محرم. مثلا اشترط أحد الزوجين على الآخر، قالت الزوجة للزوج: ترى أنا موافقة عليك لكن بشرط أن تقتل فلان، أو أنا موافقة عليك والشرط اللي مكتوب أن توافق على أنك تشرب الخمر مثلا، على سبيل المثال. أو العكس حدث ذلك، اشترط الزوج على الزوجة ذلك. شرب الخمر محرم، وقتل الإنسان بغير وجه حق محرم، هذا محرم وهذا محرم. طيب، هذا ماذا يترتب عليه؟ قال لكم المشرع الإماراتي: يترتب عليه بطلان الشرط وبطلان أيضا عقد الزواج الأصلي على هذا الجانب. أيضا ذكر لكم جانب مثال أيضا، قال لكم: أن يتزوجها لمدة معلومة، شرط ينافي أصل العقد ويترتب عليه بطلان الشرط والعقد. ذكر لكم هنا مثال في المذكرة الإيضاحية للقانون، قال: أن يتزوجها لمدة معلومة. قالت اشترط الزوج عليها، قال: شوفي، احنا بنتزوج لكن بنتزوج لشهر أو ليوم أو لسنة. والأصل يا إخواني يا أخواتي أن عقد الزواج مؤقت ولا دائم؟ الأصل في عقد الزواج الصحيح أنه دائم، ما عندنا شيء في أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة بأن يكون عقد مؤقت، وهذا لعله يأتي إن شاء الله فيما بعد في القانون. لكن الشاهد أن هذا الشرط الذي اشترطه الزوج أن يكون عقد الزواج مؤقت لفترة شهر أو لأسبوع أو ليوم أو لسنة، أن هذا الشرط باطل ويترتب عليه بطلان العقد لأنه ينافي أصل العقد وهو الديمومة والاستمرار. هذا مثال للنوع الأول من الشروط التي يترتب عليها بطلان العقد وبالتالي أيضا بطلان الشرع وبطلان الشرط. طيب، ذكر لكم في الفقرة الثالثة النوع الثاني من أنواع الشروط، وقال لكم: إذا اشترط يعني أحد الزوجين في عقد الزواج شرطا لا ينافي أصله، يعني لا ينافي أصل عقد الزواج، ولكن ينافي مقتضى عقد الزواج. طيب، قال لكم: أو كان محرما شرعا. طيب، ما هو الحكم هنا؟ قال لكم: الحكم يترتب عليه بطلان الشرط وصحة العقد. إذا اشترط أحد الزوجين شرطا لا ينافي أصل العقد لكن ينافي مقتضى عقد الزواج، بطل الشرط وصح العقد. طيب، ذكر لكم هنا مثال، قال لكم: ونصت الفقرة الثالثة من المادة هذه على أن الشرط الذي لا ينافي أصل العقد لكن ينافي غاية الزواج أو مقاصد الزواج أو أن يكون أيضا مجمعا على تحريمه، يكون العقد معه يكون باطلا هذا الشرط مع بقاء عقد الزواج صحيحا. مثال: اشترط أحد الزوجين على الآخر أن يكون له الخيار في عقد الزواج، يعني اشترط الزوج قال: شوفي، نحن بنتزوج لكن أي وقت يكون لي خيار الفسخ مباشرة،
هذا شرط ينافي أصل العقد، ينافي مقتضى عقد الزواج لا ينافي أصله، الشرط هذا باطل. طيب مثلا اشترط الزوج على الزوجة، قال لها شوفي أنا بتزوجت لكن ما بدفع مهر، غير ملزم بمهر، الجواب ما هو حكم هذا العقد؟ عقد الزواج صحيح، لأن عدم اشتراط المهر لا ينافي أصل العقد، لكن ينافي مقتضى العقد وأثر من آثار عقد الزواج، وهو ترتب المهر على الزوج. بالتالي يقول أهل العلم العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل، بمعنى أن الزوج هذا الذي اشترط على الزوجة ألا يدفع لها المهر، عقد الزواج صحيح وهذا الشرط باطل، وبالتالي سيلزم بمهر مثلها. هذه القضية منتهين عليها مثلا. أو يقول أهل العلم لو اشترط الزوج على الزوجة قال لها شوفي نحن بنتزوج لكن أنا مثلا على سبيل المثال أنا سأرتبط بك كزوجة ثانية وأنا عندي بيت أول وما أقدر أصرف على البيت الثاني، فأنت تلتزمين بمسكن الزوجية وتلتزمين بالنفقة وأنا ما بصرف عليك، أنت صرفي على نفسك. طيب السؤال الآن ما هو حكم هذا الاشتراط؟ عندنا قضيتين، ما هو حكم العقد؟ العقد صحيح ما نستطيع إبطاله، ما نستطيع إبطال العقد، لكن ما هو حكم هذا الشرط؟ يقول أهل القانون بأن هذا الشرط شرط باطل، وتستطيع المرأة إلزام الزوج بوجوب النفقة وتوفير المسكن ولو اشترط عليها ذلك. ولهذا وأنا هذه القضية أريد أن أفصل فيها، عدم دفع المهر أو اشتراط عدم وجود مهر، اشتراط عدم الالتزام بمسكن الزوجية، اشتراط عدم الالتزام بالنفقة، وهذه الشروط في غالب يضعها بعض الأزواج خاصة إذا كان يريد أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو شيء من هذا الباب. والأخ المازمي جزاه الله خير ذكر هذا المصطلح، وهذا المصطلح الدارج عن نوعية هذه الزواجات زواج المسيار. ودائما ما أسأل دكتور ما هو زواج المسيار وما حكم زواج المسيار وما هو الحديث عليه، دائما أقول لكم أنواع العقود مسمياتها كثيرة اليوم المعاصرة، تقريبا أكثر أنا أحصيتها في بعض الدراسات 13-14 نوع أو مسمى. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بحقيقة هذا العقد. يعني أي واحد يقول لي دكتور ما هو حكم زواج المسيار، أسأل السؤال ماذا تقصد بزواج المسيار؟ يقول لي دكتور بعض يقصد فيه الزواج مثلا بغير ولي، أقول له هذا الزواج باطل أصلا، لأن الولي عندنا كما إن شاء الله سنأخذ في الحلقات القادمة بأن اشتراط الولاية هو شرط صحة للعقد عندنا في المشرع الإماراتي. طيب ما نقصد في زواج المسيار هو اتفاق عقد زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان والولي والإيجاب والقبول وانتفاء الموانع، عدا أن الزوج يشترط على الزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها، يقول لها شوفي أنا بتزوج لكن بشرط أن تصرفي على نفسك، مسكن الزوجية عليك. ما حكم هذا العقد أو زواج المسيار بهذه الصورة التي أتحدث عنها؟ الجواب أن ليست هناك صورة حقيقية لزواج المسيار في القانون الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28. أي زوجة نبه انتبه، ولو وافقت الزوجة كان لها حق الرجوع بعد يوم بعد لحظة من إبرام العقد، بعد سنة، بعد 10 سنوات، لأن المشرع الإماراتي حكم على هذه الشروط بأنها باطلة وحكم على العقد بالصحة، فأنت ملزم، فلا تورط نفسك ولا ترتبط بزواج ما تفهم معانيه القانونية، وأنت ملزم بالصرف والنفقة على الزوجة ما دام العقد شرعي قانوني صحيح مكتمل الشروط والأركان، ولو وافقت الزوجة منذ البداية بإسقاط هذه الحقوق. أنا أؤكد لكم هذه القضية والجزئية وتكون واضحة المعالم، لأنها من الشروط التي تنافي مقتضى عقد الزواج على هذا الجانب. هذا مثاله يذكرون في النوع الثاني بأن الشرط باطل والعقد صحيح إذا كان الشرط ينافي، أو كان الشرط محرم إذا كان الشرط ينافي مقتضى عقد الزواج لا ينافي أصل العقد. وذكرت لكم مثال اشتراط الزوج عدم أداء المهر، أو اشتراط الزوج عدم الإنفاق، أو اشتراط الزوج عدم توفير مسكن للزوجية، أو أن تشترط الزوجة مثلا ألا يسافر معها إذا أرادت الانتقال، قالت شوف نحن في الأصل إذا في الإمارات لكن أنا إذا سافرت وانتقلت إلى بلدي مثلا إذا كانت
من أخواتنا المقيمات إذا رجعت مثلا لبلدي في مصر أو في أمريكا أو في أي بلد آخر فأنت ما تنتقل معي. هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزواج بأن المرأة تبع لزوجها في هذا الجانب. أو إذا اشترطت الزوجة أن يسكن بها حيث يشاء أبوها، يقولون هذا الشرط أيضا ينافي مقتضى عقد الزواج. أو وهذا في الحقيقة حادثة وقعت لي، اشترط أحد الأزواج على الزوجة في قبل إبرام العقد، قال أنا بتزوج لكن بشرط إذا توفيت أنا فما ترثين من مالي. ها، اشترط عليها ألا ترث من ماله إذا توفي، أو العكس إذا اشترطت الزوجة إذا أنا مت ما ترث من مالي. طيب السؤال، ما حكم اشتراط عدم الميراث قانونا وفق القانون؟ وفق القانون هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد وهو أمر محرم، لأن المواريث والأنصبة والتركات موزعة فريضة من الله كما ذكر الله جل وعلا في سورة النساء، فليس لأحدهما إبطال هذا الحقد، فليس لأحدهما إبطال هذا الشرط، أو فليس لأحدهما وضع هذا الشرط الذي هو حكمنا عليه في هذا النوع بأنه باطل. فالعقد صحيح لكن الشرط باطل، ولو توفي الزوج عنها سترث من ماله ما دام عقد الزوجية باقي، ولو توفيت هي قبله سيرث هو وفق الأنصبة الشرعية من مالها، هذا وفق المذكور. طيب، أو ذكر لكم هنا أيضا الشارح وهي قضية يذكرونها أو سألت عنها إحدى الأخوات الآن وأنا قرأت السؤال، حول قضية اشتراط عدم الإنجاب. يشترط الزوج عليها، شوفي نحن بنتزوج وبنرتبط لكن أنا ما أبغيك تحملين، أو يوجب عليها اتخاذ التدابير المانعة للحمل، أو أنها لا تحمل وبالتالي ما تنجب، ما أريد أولاد. هل هذا الشرط صحيح أم باطل لو اشترط عليها في بداية العقد هذا الأمر؟ ما هو حكم العقد؟ وهذا أمر يحدث بالحقيقة. الجواب، المشرع الإماراتي قال لكم الإنجاب وحق أن المرأة تحمل متى ما تيسرت أمور ذلك الحمل، قضية الإنجاب هو حق مشترك ما بين الزوجين، حق مشترك ما بين الزوجين، ليس للزوج أن يمنع المرأة من هذه القضية أو يشترط عليها بداية العقد، لأن قضية الإنجاب والذرية هي من مقتضيات العقد واستمراريته وآثارها المترتبة عليه، وهو أمر محمود ومطلوب أيضا شرعا. قضية الإنجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا قضية الإكثار النسل في الحقيقة هذه من الأمور التي دعت عليها أو دعت لها الشريعة الإسلامية، والحمد لله إن جاب الذرية الصالحة والقيام على تربيتهم هذا من أعظم ما يؤجر عليه الإنسان. فاشتراط الزوج أو الخاطب على المخطوبة هذا الأمر، العقد صحيح وهذا الشرط باطل لأنه حق مشترك لكلا الزوجين. قال لكم هنا أو شرط اتخاذ التدابير المانعة للحمل، فهذه شروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد فلم تصح. أما العقد فهو صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا ينافي أصله. أيضا في الحقيقة ذكر لكم هنا المشرع الإماراتي في الشرح مثال لشروط محرمة، العقد فيها صحيح لكن الشرط محرم وهو شرط باطل. مثال، امرأة تتزوج يخطبها رجل، تشترط عليه، شوف أنا موافقة أرتبط فيك لكن بشرط أن أنت كأب ليس لك ولاية مستقبلية على أولادك. ها، ليست له ولاية على أولاده مطلقا، ما حكم هذا الشرط؟ الشرط باطل، ولاية الأب باقية ما دام الشروط الولاية متوفرة الشرعية والقانونية فولايته باقية. ليس للمرأة أن تشترط على الزوج إسقاط ولايته فتأخذ هذه الولاية أو تنقلها لمن تريد. هذا مثال. أو اشترطت الزوجة مثلا بأن الأولاد الذين سيولدون منك نسبهم لا يثبت لك، هذا شرط محرم وبالتالي هو باطل لكن أصل العقد صحيح. أو اشترط أحد الزوجين على الآخر استمراره في عمل غير مشروع،
على سبيل المثال يعمل في عمل محرم غير مشروع لا شرعا ولا قانونا، مثلا تجار بالمخدرات لا قدر الله، تشترط عليه أن أرضى بهذا الزواج بشرط أن تستمر في هذا الكسب الغير مشروع. الجواب: هذا الشرط باطل والعقد أيضا صحيح. طيب، هذه أمثلة للنوع الثاني من أنواع الشروط المحرمة أو التي تنافي مقتضى عقد الزواج لكن لا تنافي أصله، والشرط باطل وكما ذكرت لكم العقد صحيح. الفقرة الرابعة ذكرت لكم النوع الثالث والأخير من أنواع الشروط التي يشترطها أحد الأزواج على الآخر، وذكر لكم في الفقرة الرابعة قال لكم: إذا اشترط يعني أحد الزوجين فيه شرطا لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس بمحرم وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء كان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج، ويعفى الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة. هذا ذكر لكم النوع الثالث من أنواع الشروط في عقد الزواج، وهي الشروط الصحيحة، وقلت لكم هذا هو مذهب الحنابلة الواسع الذي أخذه. فالأصل في شروط الشروط في عقد الزواج، الأصل فيه هي أنها شروط صحيحة تمضى ويجب الوفاء بها ويلتزم بها الزوج، ما دام بشرط واحد كما ذكرت لكم، بأن هذا الشرط يوثق ويكتب صراحة لا ضمنا، صراحة في عقد الزواج، ويوقع الزوجين أيضا بعد ذلك على هذا العقد. طيب، ذكر لكم هنا في الشرح أيضا أن هذه الشروط التي لا تنافي أصل العقد ولا مقتضاه ولا غايته ولا مقاصده، وليس فيها أيضا ما يحل حراما أو يحرم حلالا، يكون صحيحا ويجب الوفاء به، ولصاحبه حق الفسخ إذا أخل به المشروط عليه. مثال ذلك: أن يشترط الزوج على الزوجة أن تسافر معه إلى بلده، يعني مثلا هو من إخواننا من أهل مصر وتزوج امرأة مثلا من أي جنسية كانت، واشترط عليها في العقد، قال لها: ترى أنا موجود هنا أعمل مثلا مدة سنة، وبعد سنة أو سنتين سأرجع إلى بلدي وترجعين معي إلى بلدي. اشترط عليها، وافقت، وجب عليها الوفاء بهذا الشرط. هذا مثال. أو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يخرجها من دارها، قالت: احنا ساكنين في المنطقة الفلانية في إمارة الشارقة أو في إمارة دبي، وأنا اشترط عليك أن ما نخرج عن هذه الإمارة. هذا شرط وضع المسلمون على شروطهم، إلا أول شرط آخر النور، التزم به. إذا عجب الشرط التزم به، كتب في عقد الزواج، وجب عليه الوفاء. طيب، ما وفى بهذا الشرط، ما هو الحل؟ والأخت تسأل: دكتور، إذا أخل بالشروط، ذكر لكم المشرع الإماراتي في حال الإخلال قال لكم: كان لمن شرط له حق طلب فسخ عقد الزواج. تتوجه تفتح دعوى موضوعية، طبعا أولا يتم وفق القانون مادة 16 من القانون، يتوجهون للجنة الإصلاح وتعرض عليهم الصلح لتنفيذ هذا الشرط من عدمه، هو النقاش معهم. إذا تم الصلح الحمد لله، ما تم الصلح كان لها الحق الزوجة إذا كانت اشترطت والزوج أخل، أو العكس الزوج اشترط والزوجة أخل. اللي أخل بهذا الشرط أو صاحب الحق يتوجه للمحكمة الموضوعية ويقدم صحيفة الدعوة، يكتب فيه بأن هذا العقد، ويرفق طبعا أوراقها الثبوتية وصورة من عقد الزواج، وأهم أمر أن يكون الشرط هذا قد ذكر صراحة ونص عليه في العقد: سعادة القاضي اشترط عليه كذا وكذا وكذا وهذا النص، وأنا أطلب واحد من الاثنين، إما يلتزم يفي بهذا الشرط أو نطالب بفسخ العقد. هذا هو الحل والمخرج القانوني لهذه القضية، وهو التزام، التزم به، ويعني الأمور واضحة منذ البداية على هذا بهذا الجانب. قال لكم: أو عدم إسكانها في محل معين، يعني اشترطت زوجة مثلا، قالت: أنا ترى من سكان مثلا، أذكر لكم المثال هذا للتقريب دائما، اشترطت الزوجة قالت: ترى أنا ساكنة في إمارة رأس الخيمة، ويعني إمارة أبوظبي مثلا بعيدة علي، فأنا بتسكنني في إمارة رأس الخيمة في الشارقة مثلا في دبي في كذا، ما عندي مانع، لكن
إمارة أبو ظبي ما أستطيع العاصمة أن أسكن بها لأنها بعيدة علي، اشترطت علي ذلك نصا في العقد، وجب عليه الوفاء. فإذا جاء بعد فترة من الزمن يريد أن يسكنها في إمارة أبو ظبي، كان لها حق المطالبة بالوفاء بهذا الشرط، وأن ما تخرج من هذه المحلة والمكان اللي هي فيه، أو أن ما يسكنها في المنطقة الأخرى التي اشترطت عليه صراحة في العقد أنها لن تذهب لتسكن بها. هذا شرط، إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروض. طيب، الفقرة الخامسة كما ذكرت لكم في الحقيقة جاءت للتسوية ما بين الزوج والزوجة في حق الفسخ عند فوات الصفة التي اشترطت بالعقد، أي صفة كانت، وفي الحقيقة قطعا لجانب المنازعات كما ذكرت لكم، أو الكذب أحيانا للأسف الشديد الذي قد يقع في ادعاء شيء من هذه الشروط أو إثباتها. جاءت الفقرة السادسة التي قرأتها لكم في هذه المادة صريحة أنه لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج. ما هو المعنى من هذا الكلام يا إخواني أخواتي؟ أنه لا عبرة لما يجري. القانون كان صحيح، وهذا الكلام اللي أقرأ عليكم من شرح القانون في المذكرة الإضاحية، لا عبرة لما يجري الحديث حوله أثناء الخطبة مما لم يرد عليه نص في العقد، ولما أيضا ما يبذله أحد الزوجين للآخر من وعود وعهود بعد إبرام عقد الزواج. وإن كان الوفاء في الحقيقة بالوعود والعهود أمر تحض عليه جانب الأخلاق الفاضلة وتأمر به الشريعة الإسلامية، لكننا نتحدث اليوم عن الجانب القانوني لقانون الأحوال. قانون الأحوال ما بني على كلام ومفاوضات في مرحلة الخطبة، وأمي قالت ونحن قلنا له وهو وعدنا وهو خذ على نفس العهد. قال لكم المشرع الإماراتي هذا الباب حتى يقطع باب المساومات، يقطع باب المنازعات، يقطع باب القيل والقال، يقطع باب ادعاء أحد الزوجين شرط في الحقيقة وهو ليس بمكتوب، بأن العبرة في هذا الجانب هو ما نص عليه في الحقيقة في عقد الزواج صراحة في هذا الأمر. طيب، هنا في الحقيقة سؤال أعتقد إحدى الأخوات أيضا سألت عنه، دكتور لو تنازلت عنه أو تنازل عن هذا الشرط هل له الحق؟ الجواب نعم، يعني اشترطت عليه أن ما يخرجها من بيتها اللي في إمارة أم القيوين، بعد سنة تغيرت الظروف والأمور وقالت أنا ما عندي مانع، هذا حق لها، تنازلت عنه، جزاها الله خير، بارك الله فيها، ما في مانع من هذا الأمر. ولهذا جاء لكم الفقرة الأخيرة في المادة 20، وهذا إن شاء الله الفقرة التي سنختم الحديث فيها في باب يعني الشروط في عقد الزواج في المادة 20 نكون انتهينا منها. قال لكم يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه، يعني اشترط عليها شرط صحيح معين، اشترطت عليه أنها ستكمل دراستها، بعدين قالت أنا ما عندي مانع أو ما أريد أكمل دراستي، صاحب الحق أسقط حقه، كان لها ذلك. هذه واحدة. قال لكم أو رضاءه بالمخالفة صراحة أو ضمنه، يعني اشترطت الزوجة أنها ما تخرج من إمارة رأس الخيمة، أخذها وأجر لها منزل في إمارة الشارقة وسكنت معاه فترة طويلة، وبعدين صار خلاف ثاني قالت لا أنا اشترطت عليه، لأنها رضيت بهذه المخالفة صراحة أو أحيانا ضمنا مع الواقع الموجود، فهذا أيضا يسقط حقها في طلب الفسخ. قال لكم هنا الرضاء، رضاءها بالمخالفة صراحة يعني أمر صريح ما في لبس، ضمنا قال لكم ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم. بمعنى أعيد مرة ثانية، الرضا الضمني يعني أخذ لها مسكن وساكنين في إمارة رأس الخيمة، واشترطت عليه أن ما يسكنها في إمارة أخرى، هو راح وخالف الشرط وسكنها في إمارة أخرى. قال لكم ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع هذه المخالفة مع علمها وسكتت، فليس لها الاعتراض بعد مرور السنة على ذلك. قال لكم أيضا هنا ومستند ذلك ما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أنه لا اعتبار لشيء من ذلك
طيب، ثم ذكرت هنا أيضا المذكرة الإضاحية بالحقيقة الكلام حول يعني أهمية الوفاء بهذه الشروط والالتزام بها، وأن الشريعة الإسلامية في الحقيقة قد أمرت بالوفاء بهذه العقود، وعقود الزواج هي من أولى هذه العقود التي يجب الوفاء بها. ثم ذكرت أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به النساء. أيضا ما ورد من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين في من شرط لها زوجها دارها بمنعه من إخراجها وفقا لما شرطه على نفسه، قائلا للرجل الذي ناقشه على تلك القضية: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذاك ما اشترط. أيضا في الحقيقة جاء ذكر هنا في المادة الفقرة السابعة والأخيرة التي ذكرتها لكم أيضا، بأن سقوط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضاه أيضا بالمخالفة كما ذكرت لكم صراحة أو ضمنا، لأن حق الفسخ إنما أثبت حفظا لحقوقي وحماية له من الإخلال بما تعاقد عليه، فإذا أسقطه ورضي بالمخالفة فقد تنازل عن المطالبة به. في الحقيقة أختم الكلام حول سؤالي. السؤال في الحقيقة الأول الذي من الأسئلة التي جاءت في جانب الشروط والكثير من النساء يسأل عنه: هل للزوجة أن تشترط العصمة في يدها، أن يكون بيدها أمر طلاقها؟ الجواب: هذه قضية خلافية طويلة من الناحية الشرعية بين أهل العلم، ولن أتطرق له لأن ليس المجال الحديث حول هذه القضايا من النواحي الفقهية التخصصية، وإن كانت هذه من الناحية الأكاديمية تطرح. الجواب أن المشرع الإماراتي أجاز هذا الشرط، وكما ذكرت لكم فتح باب الشروط. فالجواب نعم، للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها وأن يكون أمر الطلاق بيدها، وهو شرط صحيح ويوثق ويكتب في عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كما ذكرت لكم وفق القانون في أمر الجواز. سؤال آخر في الحقيقة ورد، وهذا السؤال أيضا أسأل عنه كثيرا في الحقيقة، مع أن الرجال ما يحبون ذكره، لكن نحن نذكره من باب الأمانة العلمية ونحن نتحدث عن هذا الجانب. الجواب: السؤال: هل يجوز للزوجة وفق القانون في المادة 20 أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ أعيد هذا السؤال، نسأل عنه كثيرا كمأذونين: وفق القانون في المادة 20 التي ندرسها في باب اشتراط أحد الزوجين شرطا لمصلحة يراها معينة، هل للمرأة للزوجة أو المخطوبة أو وليها الشرعي أن يشترط على الخاطب: أنا ما أتحمل أن تتزوج على بنتي؟ هل له هذا الاشتراط؟ هل له هذا الشرط؟ الجواب على هذا السؤال نعم، المشرع الإماراتي قد تبنى مذهب الإمام أحمد وهو التوسع في باب الشروط، وأن الأصل فيها الجواز، فبالتالي شرطا وقانونا وشرعا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الأمر، تشترط على زوجها، اشترطت الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها. طيب تزوج، ما حكم الشرط؟ الشرط يجب عليها أن يوفي به. طيب ما وفى وتزوج عليها ماذا تفعل؟ كما ذكرت لكم لها الحق بالمطالبة بفسخ العقد، إما أن تصطلح مع زوجها، إما أن تصطلح مع زوجها فترضى بهذا الزواج الثاني الذي تزوجها الزوج، أو تطالب بالفسخ. طيب السؤال دكتور، أليس بمحرم أن تطلب المرأة طلاق ضرتها؟ هذه قضية أخرى مختلفة. أن لا يتزوج عليها هذه صحيحة شرعا وقانونا، أن تطالب الزوج بطلاق ضرتها هذا محرم عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق ضرتها. فإذا أخل، أعيد، اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها وكتب هذا العقد نصا صراحة في العقد واعتمده سعادة القاضي المتخصص، كان لها الحق إذا تزوج عليها كان لها المطالبة فتح دعوى موضوعية، إما أن تصطلح معه فترضى، أو أن ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يخيره. في الحقيقة في ما دام تزوج ما أوفى بهذا الشرط لها حق المطالبة بفسخ العقد وفق التشريع القانوني الإماراتي الوارد في المادة 20. فموضوع العصمة المشرع الإماراتي أجازه كما ذكرت لكم نصا صراحة، وحتى في التعديل الأخير ذكر. والسؤال الآخر الذي في الحقيقة ورد هنا أيضا من الأسئلة وكثيرا ما يرد، قضية اشتراط المرأة عدم الزواج عليها، في الحقيقة الأصل أنه شرط صحيح، ويجب على المأذون إذا اشترطت المرأة هذا الأمر أو المخطوبة أو وليها الشرعي أن يوثق في عقد الزواج وينص عليه صراحة في الحقيقة. وغالب الشروط اليوم في الحقيقة التي ترد يعني حتى لنا كمأذونين تتعلق حول قضية السكن المستقل، تتحدث حول
قضية إكمال التعليم والدراسة ونحو هذه الشروط. وذكرت لكم في الحقيقة وجهة نظري الاجتماعية أن الأمور تكون واضحة من البداية، وإذا في شرط معين في الحقيقة مؤثر على الحياة الزوجية أن ينص عليه ويكتب حتى تكون الأمر هذه الأمور واضحة، ودفعا لأي اعتراض أو خلاف مستقبلي قد يقع، أو ادعاء لا قدر الله شرط، أو تعرفون في مرحلة المفاوضات كثير من هذه الشروط والأهالي يتحدثون عنها، أو أحيانا تكون عبارة عن وعود أو عهود أو ما يكون فيها وضوح أيضا في الحقيقة. يعني النص له عبارة وله الشرط له عبارة، وعقد الزواج يعني أنا دائما أذكر هذا الكلام، عقد الزواج في الحقيقة يترتب عليه حل وحرمة هذه الأبعاد، والأصل فيه الحرمة. يعني تصوروا معي نحن عقود الشركات ندقق عليها ونكتب الشروط وشرط كذا وشرط كذا، عقد دنيوي مترتب عليه مال، لكن هنا مترتب عليه عرض، فإذا كان في شرط فالأصل أنه يوثق. وأنا دائما أدعو الأهالي في الحقيقة إلى طيب الخاطر والوضوح وعدم التحرج من ذلك. ترى مو بعيب البنت يكون عندها شرط، وحق الشرط كما ذكرت لكم هو مو يعني المفهوم السائد أن حق اشتراط للزوجة فقط، لا، حق الاشتراط للزوج له أن يشترط ما يريد، وللزوجة أيضا أن تشترط ما تريد. طيب يعني هنا سؤال في الحقيقة، هل يجوز أن تسأل الزوجة عن راتبها في حال قام الزوج بتقديم أي طلبات تجارة رسمية؟ وفي الحقيقة السؤال غير واضح، ما يعني ما فهمت السؤال والله. طيب أعيد، فباب الاشتراط هو حق مكفول للزوج وحق مكفول للزوجة، وكما ذكرت لكم كثير من هذه الشروط توثق اليوم، وسواء متعلقة بالدراسة أو بالعمل أو بالعصمة أو بعدم الزواج أو بالإسكان في مكان محدد أو تشترط أمر معين أو صفة معينة، كل هذه الشروط المشرع الإماراتي أخذ فيها جانب الجواز ما دام أنها لم تدخل في دائرة المحرم، وفيها في الحقيقة من الارتباطات الشيء الكثير والوضوح الشيء الكثير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن ينشئ هذه البيوت على تقوى من الله ورضوان، وأن يكتب لها التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ووصيتي في الحقيقة دائما لإخواني وأخواتي، وخاصة منهم المقبلين على هذا الجانب والمتزوجين حديثا وغيرهم أيضا في الحقيقة، الإكثار من جانب الدعاء، ولهذا كان من دأب الأنبياء والمرسلين ما ورد في القرآن العظيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بإذن الله جل وعلا ألتقي معكم في حلقة قادمة في استكمال إن شاء الله شرح هذا القانون في هذه الجلسات التوعوية الأسبوعية المستمرة في الحقيقة في برنامج ابدأها صح. شكري موصول لإخواني وأخواتي القائمين على تنسيق مثل هذه اللقاءات، شكري موصول أيضا لزملائي وإخواني الأساتذة الدكاترة المستشارين في الحقيقة، وكلمة الخير في الحقيقة لها أثر عظيم، وأنا على ثقة بأنكم جميعا لمن تستمعون إلي في الحقيقة أنتم مراسيل لهذا الخير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ولقاءنا إن شاء الله مستمر معكم وبمشاركة أيضا زملائي في الأربعاء القادم في تمام الساعة 8:30 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.